كنا قد هدايا نلعبوا هنايا، ومن بعد تكبرنا شويه كانت هذه المسيد مازال ما بنوهاش، كان شون يقولوا له شون دومينيك، ودومينيك هذا مول القهوه التحتانيه، نلعبوا في الحومه، ومره مره نحطوا نلعبوا لتحت في لاريا ميراكي بارات كيما لعبوا في الجودرون. الجودرون جاردين بيت في الجودرون، على بالك انا صغير فيهم. انا قالوا لنا انت كي بديت ما بديتش جاردين بيت صح؟ انا لعبت جوار وما وليت جاردين بيت. لعبت شويه برك كيما نقولوا حنايا واحد ولا تروا ماتشون مع الريا، ومن بعد 62 رحت للسي ار بي. الوغ انا رحلنا من الحومه من بيلكور طلعنا لسالومبي مع ديار المحسول. ديار المحسول كانوا في عمري واقيلا 15 ولا 16 سنة. 62 اللاعبين اللي كنا نلعبوا معاهم كانوا في ريد ستار وكانوا في الرويا وكدايا، راحوا لسي ار بي. الور في سي ار بي اون كادي ما عندهمش جارديان بيت، وانا كنت ندير كور غير في الحومه برك. جاو لي ولاد حومتي قالوا له عمي علي، هذا علي شعر الله يذكره على خير، قالوا له كان عندنا واحد ولد الحومه جاردين بيت. قالوا لي يا قلت لهم ما نجيش انا، واش نجي ندير؟ هيا يا رحت احبط البيكور تماك نقصر مع. قال لي تعرف دير جول؟ قلت له انا ندير جول غير في الحومه برك، هذا ما كان. قال لي ما عندناش جول جي. قلت له الله يبارك. رحت ما كاي كيف ما كان والو. كي رحت لستاد الفاوت صيب تروا جاردين بيت وانا الرابع، غير اللي بين شطارتو. وكما كان الحال ابديت معهم من هذاك النهار. هذيك هي حكايتك مشيت لجاردين بيت؟ هذيك النهار هذيك هي حياتي. انا واش كان عندي لافونتاج؟ كانت عندي كانت تلعب مليح بالون اتاكون وان ميم طون جاردين بيت، وعندي تكنيك. انا فاش غلبت هذوك اللاعبين في لا تكنيك تاع الرول تاع الجاردين بيت، وكملت مع سي ار بي كادي، ومن بعد اون جونيور دوزيام اني جيتي شامبيون دالجيري، لعبت 18 مباراه اون بروميير. ابي محمد كيفاش تربيت انت؟ كيفاش كانت العائله اللي تربيت فيها؟ انا العائله اللي تربيت فيها نورمال. انا بابا مات الله يرحمه كانوا في عمري 15 ولا 16 سنه، انا خديت مسؤوليه على خاوتي كبرتهم، وانا كنت نخدم وبليجي نخدم. حبست القرايه كنت نقرا في صالون بي، حبست القرايه وكنت نخدم، نخدم امبلوي بيرو زعما عند الكور. بشويه بشويه درنا كما لازم. شنو حبست قرايه عمي محمد؟ انا حبست قرايه 60 هكذاك. حبيت نقصد لك واش من السنه حبست فيها؟ واش كنت النيفو تاعك؟ سانكيام. سانكيام اني؟ سانكيام اني، زمان كان سانكيام سيزيام هكذا، ومن بعد هذيك مات بابا كملنا القرايه، حبست القرايه وليت نخدم. ندمت شويه على حبست القرايه عمي محمد؟ الظروف. الظروف زمان كيموت الاب الولد اللي الكبير هو اللي ياخذ مسؤوليه على خواتاتو ولا على يماه، ياك هكذايا. الوغ حنايا اون سي ساكريفي بور نو بور نو بارون بور خواتاتنا وخواتنا، كبرناهم وراهم رجال دوك وراهم زوجين الى اخره، فهمت كيفاش؟ الفوتبول هذاك الوقت عاونك شويه ماديا؟ ما حاجه بسيطه، حاجه بسيطه يرحم مالك 4000 5000 فرق في ماتش هكذايا، ولكن كنا لاباس بهم، درنا بهم تاوي شينا شومبر هكذا. كنا نديرو كريدي باش نشريو الحاجه، ماشي كيما درك درك كلش واجد. المهم حنا نبروفيتيو، انا في الحمد لله دينا المسيد اللي قريت فيه، وين راهو؟ المسيد اللي قريت فيه هنا في لاري كوسمي هنا لتحت. نحطو نشوفو؟ هاي نحطو هاي نشوفو. سوريا انا نعشق فيك، في الكوربا انا يضرب فيك. شوفوهم جينا حاطين مازالهم لي جان هذه، هادو هما لا نوفيل جينيراسيون، هادو هكذا اللي تعلموا بشويه. باسكو هنايا واش كاين؟ هنايا كلش مربي على التكنيك، كلش تكنيك دريبل وكذايا، ماشي كيما ستاد. محمد الحق
على براسك المسيد اللي كنت هذا هو المسيد اللي كنت نقرا فيه. هذا يقولوا له ليكول كوتمي. دوكا رانا نشوفوا متوسطة خليفة أحمد تبدلت شوية. تبدلت بالاسم برك هذا ماك. ولكن سي توجور كان يقرا ولاد المير ولا البريفي كانوا كاع في وقت الكور كانوا كاع يقريوا كانوا كاع قاسيتين تري تري بون ليكول. كانت صعيبة في وقتكم اللي قرا عم محمد كان كانت صعيبة كانت أنت واش طارتك؟ أنت واش طارتك؟ حنا قرينا مع الكور وتربينا شوية وزادوا ربونا الرجال في الرياضة فهمت كيفاش؟ لحقنا درجة وأنا شغلي سامبل ما كانش بلا سامبليسيتي ولا موديستي. هذا المسجد اللي نشوفه دوكا هذا المسجد زمان كانت كنيسة هنا كانت كنيسة يقولوا لها سان بيير سان بول هذو ولا مسجد هنايا على بالك سي نورمال. أي محمد تبدلت شوية الحالة هنايا ولا مازالها كيما كانت زمان؟ فاش؟ في كلش بالك في ناسها في التقاليد تاعها في القعدة تاعها. شوف الناس اللي كبروا كل واحد وين رحل كل واحد وين راح ولكن قعدوا على تربية محسنة درك الجيل تاع درك ماشي كي الجيل تاع زمان. قلت لك حنايا زمان تخاف الحاجة ما تدناش وما تعملش وتحشم ودوك هنايا الجيل تاع درك مع فريق الصحفي والتقني وتحيتي أنا إيمان عباي وزميلي محمد بصاح. السلام عليكم. تمام الله لا ديموكراسي سا شونجي. ها محمد عندنا حكاية علاش كانوا يعيطوا لك العنكبوت الأسود؟ يا خويا هذا الاسم مانيش عارف منين جابوه انا كنت نلبس كاع كحل على كل حال علاش في هذاك الوقت كانوا لا بليبار لي غارديان دو بيت يلبسوا الكحل. الخدمه حاجه واحده اخرى هكذا تقول لي العنكبوت كما راك تقول نتايا كانت لا ديتونت كانت تكنيك كان كلش كان لا ليكتور تاع اللعب كان كلش كان نتفاهموا مع لي جوار نتكلموا كي يكون عندنا مشاكل واحد يقصر مع واحد فهمت كيفاش؟ دوك عمي محمد هضرنا على المسيد اللي قريت فيه هضرنا على الحومه اللي تربيت فيها كيفاش تربيت وين يدينا عمي محمد دوكا؟ الفاوت نروحوا نشوفوا الملعب اللي بديت فيه تلعب كره القدم نفكروا يا ماتنا ونفكروا صغرنا لتما يا خلاص تعالوا لربي هيا بسم الله سوريا انا نعشق فيك بالكوره انا يا طرفي من سوريا حكيت لي زيسكالي هذول لي زيسكالي لونترينمون تاع لا ميسكولاسيون تاعي نطلعهم وحدي هنا حتى الفوق حتى الصالون سونز انتيريبسيون نخدم لي ميسك نخدم لي بيس تاعي نجي للصالون بي نحبط على شرشار بولفار سيرفونتاس نطلع قاعد مره نطلعهم وحده وحده اسمع انا من بعد ولا هكذا نطلعهم بجوج بجوج سي بور ساك عندك لا ديتون كان لي زابوي ملاح تري بون زابوي وزدت تحت انا مع لي زونترينور غاردين بوت كانيت كان احمد عرب كان عندنا سوستاريت كانيت الناس هادو ماركاوك شويه هادو علموك شويه تعلمت الناس كي كانت تخدم بجوج بالونات انا كنت نخدم ثمانيه عشر بالونات وزدت سي ديفلوب في ايكيب ناسيونال كانيت سبع سنين في ايكيب ناسيونال سي با فاسيل نخرجوا شويه من البالون عمي محمد واش حكايه الشعبي حكايتك مع الشعبي الشعبي ثقافة شعبي أخلاق شعبي فيه كلش فيه دين فيه تربية تكلم على الشعبي حنا نهضروا على الشعبي تاع الصح اللي يقيس القلب فهم شكون الشيخ اللي كنت تسمعوا بزاف؟ حاج محمد العنقر الله يرحمه واش من الغنية؟ ماركي؟ كاين بزاف عطينا واحدة برك كاين بزاف كاين وكان نبدا نسيتيهم ما فرش كاين لا يعود فراق المعشوق كاين عشاق كاين فاطمة شرع الله معك بين الريام كاين أنا ولفي مريم كاين بزاف مكناسية ربيعية كاينين هذوما كاع ما قلنا لدوك مازالك في دار الشعبي من داك تحضر قعدات ولا وي هذا واش عندنا علاش الشعبي لما شعبي مربي نروحوا نسهروا وندخلوا لديارنا هذا ما نديروه عمي محمد قبل ما نكملوا الاستاد واش حكايه سير بي راحوا بريباراسيون لا يوغوسلافي ولا نسيت وين هكذاك ما كانش عندكم اونترينور
الجوار كاع كانوا يبروفيتيو يخرجوا غير انت تريح في الشومره. هذيك وين؟ هذيك هذيك في كارلو فيفاري، هذيك في لا تشيكوسلوفاك. هذيك ما كانش عندنا انترينور، صار سيتي ديبيو دو سيزون. ديبيو دو سيزون رحنا بدينا نترينيو. كان نديرو تور دو بيس وكذايا، بيد ما يجينا انترينور. ونسهروا، وانا كنت كانت عندي مانيتوفون تماك، راني في الشومره مريح. الصغار يروحوا يسهروا وانا راني مريح تما. قالوا لنا هذاك المانيتوفون كنت دير بزاف فيه الحاج، وكانوا اللي كانوا معك تما كانوا يسقسوا شكون هذا اللي هو يغني. هذا شوف جميع الديبلاسمون اللي كنت نديرو مع ليكيب ناسيونال ندي معايا مانيتوفون. سواء في مصر ولا في المغرب ولا كي نكملوا لونترينمون في وقت لا سيست يجوا لعندي للشومبرا كاع قريب كاع لي جوار ميم لونترينور نسمعوا العنقاء ورانا مريحين ريكوبيراسيون توتال. عمي محمد نكملوا طريقنا نروحوا نجي نروحوا للصطاد. Oh.